للمزيد من إلقاء الضوء على المشهد الفلسطيني في ظل تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة والعملية العسكرية المستمرة منذ أيام شمالية الضفة الغربية، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة القدس المحتلة الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. أستاذ راسم، بداية مرحبا بك. عمليات اغتيال الصهاينة أو لكوادر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في إطار عملية عسكرية هي الأكبر في الضفة، كيف تنظر مجريات أو إلى مجريات الأحداث الأخيرة؟ نعم، هذه العملية العسكرية الواسعة التي خرج إليها الاحتلال في الضفة الغربية هي الأكبر والأوسع منذ عام 2002، بمعنى منذ ما سماه الاحتلال في تلك الفترة السور الواقع للانتفاضة الشعبية الثانية. وأعتقد بأن الخروج إلى هذه العملية جاء في ظل الحالة من الفوضى وأيضا الاستراتيجية والضياع الاستراتيجي والتي أنتجت عجزا استراتيجيا للاحتلال، سواء في عدم القدرة على تحقيق نصر أو صورة نصر في قطاع غزة، ولم يحقق أي إنجازات عسكرية أو ميدانية سوى استمرار عمليات قتل المدنيين من الأطفال والنساء وارتكاب أعمال إبادة جماعية وعدم القدرة على فرض شروطها على المقاومة فيما يتعلق بسبق تبادل الأسرى وعدم قدرتها على استعادة قوة الردع على الجبهة الشمالية. ولذلك خروجه إلى هذه العملية العسكرية الواسعة واضح في معالمها وخطاها أنها تسير من حيث الشكل والمضمون حسب العملية التي تم تنفيذها في قطاع غزة لجهة عمليات التدمير والمنظمة، وبكذلك عمليات التصفية والاغتيالات والاعتقالات واستهداف كل ما له علاقة في البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي ومحولات كهرباء ومساجد ومشافي، بالإضافة إلى تدمير كل الطرق والشوارع. وهذا بحد ذاته يشبه إلى حد كبير ما يجري في قطاع غزة وإن كان بصورة مصغرة، ولكن اللافت هنا أن هذه العملية العسكرية هناك بعض الاختلاف عما يجري في قطاع غزة، رغم أن الهدف في المآل النهائي هو القيام بعمليات الطرد والتهجير للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ولكن هنا نجد أن في من يشارك في العملية هي ثلاثة مستويات: الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية المدعومة بأربع كتائب بالإضافة إلى المدرعات والدبابات والآليات والطيران الحربي والطيران المسير ووحدات السايبر وغيرها، والتي تمارس القتل والتصفيات والاغتيالات والاعتقالات رغم الفوارق الكبيرة والضخمة. سويتريتش وزير ما يعرف بمالية التحتيل. أستاذ راشم، يعني رغم الفوارق والإمكانيات العسكرية الضخمة ما بين قوى الاحتلال الغاشم وما بين المقاومة الفلسطينية، إلا أن المقاومة تبدي صمودا منقطع النظير ولا هواد في هذا الصمود. ما هي الأسباب التي تجعل من صمود المقاومة الفلسطينية مثالا عالميا دوليا دينيا عربيا ما شئت أن تصفه لك أن تصفه؟ ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ نعم يا سيدي، اولا دعني اقول انه في اليوم الرابع لهذه العمليه العسكريه واضح ان المقاومه الفلسطينيه ستسقط هذه العمليه وتسقط عمليه تهويد الضفه الغربيه وضمها. واعتقد بان ما يبديه الشباب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومه الفلسطينيه من صمود اسطوري، وليس فقط صمود اسطوري واعجازي في هذا الاتجاه، مرتبط بعمق الانتماء لشعب فلسطين لارضه وتمسكه بها وبوجوده، وكذلك هي مسألة ارتباط ديني وروحاني في أيضا في الأرض الفلسطينية. كل هذه العوامل التي تجتمع عند المقاوم الفلسطيني والحاضنة الشعبية، الحاضنة الشعبية هي أصلا التي تفرق هؤلاء المقاومين، هي الأخرى هي تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والتي يحاول الضغط عليها. وهل هذا يفسر يعني عمليات القتل الجماعي للمدنيين التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الحاضنة الشعبية، ضد المدنيين، ضد القاعدة التي تدعم هذه المقاومة الشجاعة؟ نعم، هذا الاحتلال استهدف كما هو في قطاع غزة يستهدف الحاضنة، وأنت تعرف أن العدد أكثر من 16,000 طفل فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة، وبالإضافة إلى آلاف النساء اللواتي
أيضا استشهدنا في تلك العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في إطار توحش وتغول وفي عقلية ثأرية انتقامية. لازاريني المفوض العام للأمم، المفوض العام فيليب لازاريني، المفوض العام لجمعية وكالة الغوث واللاجئين، قال بأن أكثر من 150 طفل فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وبالتالي هناك عمليات استهداف للأطفال، للنساء، للحاضنة الشعبية فيه، وكل هذا يجري استهدافه من قبل الاحتلال، والذي يقوم بهذه العمليات كما قلت لك بعقلية ثأرية وانتقامية، وما حل في الشعب الفلسطيني وفي تحديدا في قطاع غزة لم تشهده لا في العصور القديمة ولا الحديثة، حتى المدن الألمانية التي تعرضت للقنابل الذرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية نغازاكي وهيروشيما لم يحل بها الدمار كما حل في بحق شعبنا في قطاع غزة، وتجري عمليات الإبادة في ظل صمت غير مسبوق للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير وعدم القدرة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ضد هل الاحتلال الذي تتوقع أن يرتكب تتوسع الحرب؟ الجرائم. هل تتوقع أن هناك توسعا في الحرب خلال المرحلة المقبلة؟ نعم، أنا من وجهة نظري أن الاحتلال بعد أن أقدم على التصويت فيما يتعلق باستمرار الوجود العسكري في محور فيلادلفيا واستمرار الوجود على معبر نت سليم الذي يفصل شمال القطاع الجنوبي ومحاولة البقاء في معبر رفح، فأنا أعتقد بأنه لن يكون هناك في المستقبل القريب صفقة تبادل في هذا الاتجاه، ولذلك الأمور تتجه نحو التصعيد، لأن المقاومة الفلسطينية تقول بشكل واضح وحركة حماس نحن نتمسك بمبادرة الرئيس الأمريكي بايدن 2/7 وتصديق مجلس الأمن الدولي عليها قرار 27/35، وما دون ذلك لا نعترف بأي شروط إضافية أو اشتراطات لنتنياهو ولحكومته في هذا الاتجاه، ولذلك الاحتلال هو يذهب نحو التصعيد بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك هو هذه التوترات وهذه العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال وما يرتكبه من جرائم قد تدفع بتوسع العمل العسكري على أكثر من جبهة، وربما تنتفع الأمور إذا ما ارتكبت أي حماقة نحو حرب إقليمية شاملة، وخاصة أن الاحتلال عاجز حتى هذه اللحظة عن إعادة المستوطنين من الشمال وإعادة الأمن إلى المنطقة الشمالية، وسيعمل على إرسال جيش من أجل افتتاح العام الدراسي، ولا أعتقد بأنه سيتمكن من تحقيق هذا الهدف، ولذلك ربما تنتفع الأمور نحو ردود أوسع وأشمل وتوسع في العملية العسكرية. شكرا جزيلا الأستاذ راسم عبيدات الكاتب شكرا. والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من القدس.